السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه التابعين. دي النطاطة يا جماعة بتاعة الأطفال، لسه جايبينها ما بقالهاش يوم واحد، يعني يعتبر ما باتتش في البيت وباظت. اتخانقوا مع بعض وراحوا خرموها بالمقشة، بعصاية المقشة. فأنا علمت الخرم أهو قدامكم، عملته بشمع أهو عشان أعرف مكانه فين. بصوا عاملة ازاي، بوظوها خالص. فالمهم رحت عند بتاع كاوتش العربيات، جبت من عنده الجوان الداخلي بتاع العجله، بتاعه عجله العربيه من جوه، فاداني حته كبيره، فانا قطعت منها حته اهي عشان اوريها لكم، ومش هحط الحته دي طبعا كلها، ده انا هاخد منها حته صغيره على قد الخرم. وجبت ايه تاني، وجبت معايا امير اهو عشان هلزق بيه الحته اللي هلزقها، لازم الامير ده عشان يلزق الجلد في الجلد، او لو عندك كله ماشي بتنفع. يبقى احنا ايه هنلزقها دلوقتي، هشيل الشمعه كده. بصوا انا هوريكم حتى الخرم اهو، شايفينه اهو، بصوا بصوا هي عامله ازاي، باظت خالص اهو الخرم. هلزقها واجيلكم، هقطع حته صغيره على قدها وهاجي اوريها لكم. اهو يا جماعه انا فتحت الامير وحطيت على حته صغيره، وهاجي عند الخرم اهو، اهو الخرم اهو، وهاجي عنده واروح لازقه فيه. نشف على ايدي، احط هنا حبه واروح حاطه بسرعه كده. اهو يا جماعه خلصت اللزق بتاعها اهي قدامكم، وهنفخ. بصوا عامله ازاي، هننفخها دلوقتي ونشوف النتيجة ايه مع بعض. اهي يا جماعة النطاطة بعد ما لحمناها اهي زي ما انتوا شايفين، واشتغلت وبقت الدنيا تمام اهي. ويا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.